من اليوم رايح تعاملي معاملة مدير. من غير ما تقول يا باشا، انت اساسا مدير ابن مدير، ربنا يحفظ الوالد يا رب. ايه، واذا ابوي سالك عني شو تقول له؟ زي ما انت قلت لي، جاجردي وهب الرياح. هب الريح، هب الريح ممدوح. ايش فيك؟ أيوة اسمعني، أيوة. اكتبها 10 مرات تي تسمعني زين. حاضر يا استاذ، حاضر يا استاذ، انا اسف معلش. ابوها انتوا بعد. انتوا ايش قاعد تسوون هني؟ برا كل واحد يروح يشوف شغله. شو في داشه معصبه بين طوكيو داشه علينا؟ اسمع، بموت من القهر، مبطوطه كبدي. ليش؟ ايش فيك صايب؟ هذه بطه كبدي قاعد عند ابوك بالمكتب بروحهم. من هي؟ هذه اللي مأجره الشقه ببيتكم، ما اعرف حتى شو اسمها. اي امينه. حتى اسمها ما اعرفها، شو الاسم القديم؟ ليش صاير فاهمين؟ ما بيبوك يخدمها بولا شيء، شلون؟ ليش تغارين؟ انا غار منها؟ انت شايف الفرق بيني وبينها؟ شحالات جزيني؟ زين، تبين اساعدك؟ تقدر؟ هي افا ليش؟ سمعت ابوي يسمع كلامي، الله خلي حتى من البيت يطردها. احلف والله ان قلت كذي لا اروح اكلم ابوك، اخليه يحط لك مكتب خاص فيك بروحك، حتى معاشك يزيد.